حمد خلاف مراسل شبكة شام الإخبارية ليحدثنا أكثر عن الوضع في دير الزور. إذا يعني الغارات استهدفت أكبر وأهم منشأة يسيطر عليها تنظيم الدولة في دير الزور وهي معمل الغاز كونيكو. ما هي الأضرار التي مني بها هذا المعمل وهل من خسائر في صفوف التنظيم الذين كانوا موجودين في المعمل؟ نعم ميرنا، يعني في تمام الساعة 10 مساء البارحة يعني طيران التحالف الدولي شن غارة جوية على معمل غاز كونيكو الواقع بالقرب من بلدة إخشام بريف دير الزور الشرقي. طبعا الغارة الجوية استهدفت البوابة الرئيسية لمعمل الغاز بالإضافة للمصلى الواقع بجانب هذه البوابة. طبعا خلفت هذه الغارة أضرار مادية كبيرة بالإضافة هناك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين عناصر تنظيم الدولة. طبعا لا يوجد لدينا إحصائية لعدد القتلى أو الجرحى بين صفوف الدولة نتيجة تكتيم الإعلام الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة هناك. الجدير بالذكر الذي أريد أن أذكره اليوم أن معمل غاز كونيكو هو أكبر معمل لإنتاج الغاز في سوريا، إذ يقدر إنتاجه اليوم حوالي 2000 أسطوانة غاز معبأة بالإضافة إلى أكثر من 3000 برميل من مادة الكوندستات أو البنزين. طبعا إضافة إلى تغذية أو محطة الكهرباء في جندر وفي ريف دير الزور. هذا بالنسبة لدور معمل غاز كونيكو. طبعا هناك أضرار مادية بس ولكن ليست هي بتلك الأضرار الجسيمة التي أثرت على عمل المعمل. طبعا المعمل الآن ما زال مستمر في عمله. أيضا الطيران الحربي شن غارة جوية أيضا في محيط على عدد من الآبار النفطية الواقعة في محيط حقل كونيكو. طبعا أيضا مساء البارحة التحليق للطيران الحربي ما زال مستمر حتى هذه اللحظة وأنا أكلمكم فيها، ما زال هناك تحليق من قبل طيران التحالف الدولي في سماء محافظة دير الزور وريفها. النقطة الأهم والتي أريد أيضا نقطة أخيرة، الآن في محافظة دير الزور تشهد المحافظة أستطيع أن أقول أزمة محروقات نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت عدد من المصافي النفطية خلال الأيام الماضية مما سبب ذلك نقص في مادة المحروقات. محمد، عدا هذه المنطقة المحيطة بكونيكو ومعمل كونيكو بذاته، هل استهدفت غارات التحالف أي من نقاط تمركز عناصر تنظيم الدولة ومتى شنت هذه الغارات؟ طيران التحالف الدولي خلال الأيام الماضية ركز قصفه على الحقول النفطية وعلى المصافي النفطية. البارحة يعني كما ذكرت غارة جوية استهدفت البوابة الرئيسية لمعمل غاز كونيكو بالإضافة إلى غارتين أو ثلاث غارات استهدفت محيط حقل كونيكو أو على الآبار النفطية المتواجدة في محيط حقل كونيكو. طبعا كافة الحقول النفطية والآبار النفطية هي واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. طبعا هذه الغارات طبعا تسبب دمار كبير في الحقول او المصافي، ثانيا تسبب سقوط عدد من القتلى وايضا الجرحى في صفوف التنظيم. ايضا يعني الخبر يعني كما ذكرت لك ان هناك الان يعني ازمه محروقات تشهدها محافظه دير الزور نتيجه هذه الغارات. شكرا لك محمد الخليف مراسل شبكه شام الاخباريه، حدثتنا من دير الزور.